وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني حسن راضي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. بداية، 5 أيام على التظاهرات التي تجتاح إيران وهتافات بشعار الموت لخامنئي، إلى أين تذهب الأمور في إيران برأيكم؟ نعم، أعتقد وحسب المعطيات والمؤشرات التي حصلت في الأيام الماضية يعني تسير الأمور نحو التصعيد، والمواطنين والمتظاهرين والمحتجين بدأوا يصعدوا من المطالب الاقتصادية إلى السياسية من جهة، ومن يعني أهدافهم يعني سقف أهدافهم بدأ يتسع، حيث بدأ من يعني مطالب اقتصادية ووصل إلى مطالب إسقاط النظام وتعدى كل المحرمات التي كان راسمها النظام الإيراني خلال الفترات الماضية، بمعنى أنه ليس هناك حرمات أمام المتظاهرين أو ليس هناك مقدسات كما يروج النظام لها. صور الخميني وخامنئي تمزق تعرق يعني تضع تحت الأرجل الأقدام، وهكذا يعني بدأت الأمور تتصاعد، اشتباكات وحرق مباني بلديات وحرق مباني حكومية أخرى تابعة للحرس الثوري وللحكومة الإيرانية، انتقاما من القمع الشديد الذي مارسه النظام الإيراني خلال الأيام الماضية، حيث سقط أكثر من 12 قتيل حتى اليوم، هذا المعلن من قبل النظام الإيراني، وهناك أيضا أكثر من هذا الرقم لم يعلن عنه النظام الإيراني، وهناك العشرات من المعتقلين في جميع أنحاء إيران. طيب، أنت تعلم أن حكومة إيران تمارس التعتيم الإعلامي فيما يخص هكذا أنباء. الأرقام التي أشرت إليها، مقتل 12 شخص إيراني نتيجة هذه الممارسات، هل لديكم مصادر تتواصلون معها من أجل معرفة الأرقام الحقيقية للقتلى والمعتقلين في هذه التظاهرات أم لا؟ طبعا يعني الاخبار تاتي بشكل متسارع وبشكل واسع جدا من الداخل ومن مدن مختلفه، حيث هناك يعني البلوش يتواصلون والعرب الاحوازيين يتواصلون والشعب الفارسي والشعب الكردي والتركماني والكردي، وكل الجهات تتواصل مع الداخل ويتم نقل الاخبار ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وايضا على قنوات الانباء بشكل عام، لكن ليس هناك احصائيه جديده. نعم، وسائل الاخبار والتواصل موجوده رغم قطع الانترنت بشكل مؤكد منذ يوم امس حتى اليوم في الكثير من المدن، وهذا خبر مؤكد نقل له العديد من النشطاء من مدينه الاحواز، مدينه الخفاجيه، مدينه ابو حميضه والعديد من المدن الاخرى، وحتى المدن في العمق الايراني طهران وغير ذلك، تم قطع وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تتناقل الاخبار بشكل سريع ودقيق. طيب، وحتى يتم محاصره وحجب يعني كل التواصل وقطع كل التواصل بين الداخل والخارج. انا اعتقد نعم الاخبار تاتي بشكل سريع وكبير، وما يعلنه ايران من قتلى وجرحى وايضا اعتقال المئات، هذا يعني قليل جدا مقارنه مع الواقع الذي يتناقله الناشطين من الداخل. هناك اتهام للسلطات الإيرانية للدول العربية بتحريض الإيرانيين على التظاهر، كيف تقرؤون هذه الاتهامات؟ طبعا ليس هناك التحريض على التظاهر، هناك طبعا يعني المواطن الإيراني سأم منذ عشرات السنوات من سياسات النظام الإيراني الداخلي، من يعني من الغلاء، من البطالة، من الأمراض العديدة، من انفاق المليارات الدولارات على سياسات إيران التوسعية، وهذا كله انعكس إضافة على الكبت والديكتاتورية للنظام تجاه المواطنين، هذا كله انعكس وأصبح يعني على حالة لا يمكن تحملها. لذلك يعني عندما خرجت مظاهرة عفوية في مشهد احتجاجا على قطع المياه واحتجاجا على رفع الأسعار، طيب، سرعان ما انتشرت هذا يعني المظاهرات في أستاذ حسن، البيت الأبيض يؤيد التظاهرات الاحتجاجية في إيران ويعلن دعمه لها، إلى أي مدى ترون أن هذا الأمر سيدعم المتظاهرين ويغير من الأمور؟
طبعا الدعم الاعلامي والدعم السياسي يعني وخاصه اعطاء الراي وتاييد المواطنين في المظاهرات، هذا يعطيهم دفعه معنويه اي وليس اكثر، انه المواطن او المتظاهر والمحتج يشعر بانه العالم معه، يعني خاصه الدول الكبرى، ويسانده ويوصل صوته الى المؤسسات الدوليه، فهو ايضا يعني ياخذ القوه يعني ترتفع معنوياته في الاستمرار. واذا كان العالم يقف ضده او لا حتى لا يتناول اخباره ولا تنعكس ما يحصل بالداخل، هذا يسبب يعني تشاؤم ويسبب ربما تراجع في مسيرته الانتفاضيه او الاحتجاجيه في الداخل. المتخصص في الشان الايراني حسن راضي من لندن كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.